القرنية المخروطية مرض ممكن أن يصيب الطفل نتيجة عوامل وراثية أو جينية أو نتيجة التهاب مزمن يؤدي إلى فرك العين المستمر على سبيل المثال الحساسية القوية المعروفة في عالمنا مجازا باسم الرمد الربيعي. مسؤولية كل أم وأب وطبيب عيون الاكتشاف المبكر لهذا المرض لحماية نظر الطفل من التدهور. الاكتشاف المبكر ده ممكن نتيجة الوعي الزائد عند الأهالي وعند طبيب العيون أيضا. أنا ساهمت في الحملة العالمية للتوعية ضد مرض القرنية المخروطية بترجمة كتاب زميلنا الدكتور ريناتو أمبروزيو وهو من البرازيل، وهو كتاب بيحمل قصة لطفل صغير أصيب بالقرنية المخروطية ورحلته مع التشخيص والعلاج. من خلال هذا الكتاب ممكن للأهل أن يتعرفوا على طبيعة المرض وطرق الحماية والعلاج.